السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم درس جديد من جافا. رمضان كريم، رمضان مبارك. اليوم الدرس هو رقم 7. طبعا احنا بالبداية اخذنا فكرة عن الجافا. اليوم راح نشوف احنا شنو الشغلات اللي توفر لنا جافا. جافا اس اي هو الدرس مالتنا، الدورة مالتنا. طبعا من تدخل موقع اوراكل مجرد تكتب بالسيرش، خلينا نكتب جافا. طبعا هذا ايضا اكو جافا سوفتوير داونلود، منها ممكن تنزل الجافا اللي هو، خلي نوضح لك اياها. بابارا، اوكي، اللي هو خلي نسوي نيو، اوكي، اللي هو هذا الموقع java.com en download. ممكن ايضا الاوبن جي دي كي، اوبن جي دي كي، اوبن جي دي كي 8، ايضا اوبن جي دي كي موجود، ممكن تنزله من الاوبن جي دي كي. هاي مفتوح المصدر، الجافا المفتوحه المصدر اوبن جي دي كي، خليك برا. هذا هو الاوبن جي دي كي. ايضا نسوي بيست الى، او تنزله من موقع اوراكل الرسمي، هذا ايضا اوبن جي دي كي، او تنزله من موقع اوراكل الرسمي. اوراكل تكتب اوراكل، عفوا، اوراكل oracle.com. تجي على الداونلودز، من الداونلودز تختار هذا جافا اس اي. هنا ممكن هم ايضا عن طريق هذا، ممكن هم ايضا الداونلود نفسه، وتجي تختار، لاحظ على ايدك اليسرى اكو جافا اس اي، اضغط عليها راسا ياخذ لي. يعني من ادخل موقع اوراكل مجرد من الداونلودز اروح على جافا اس اي، جافا اس اي راح يطلع لي الجافا الجي دي كي، وايضا الجي دي كي مع منو؟ مع النت بينز. النت بينز هو السوفت وير مال الاوراكل، اللي ايضا هي بيئه تطويريه متكامله اي دي اي، جدا راقي. ف تختار عندك الجافا بلاتفورم الجي دي كي اللي هو 8 يو 4.5، هذا الاصدار الاخير مالتهم. تضغط عليها يطلع لك صفحه الداونلود. تجي هنا عندك هذا الاس اي ديفلوبمنت كيت، وهنا عندك نسختين، عندك واحدة هي بس ينزل لك الديفلوبمنت كيت اللي هو الديفلوبمنت تولز، وعندك نسخة واحدة ينزل لك الديفلوبمنت تولز ويا الديموز اللي هي خلينا نقول أمثلة جاهزة، سمبلز أيضا أمثلة جاهزة، وكله ينزل لك إياه مرة واحدة. فأنت عندك هنا نسخ لينكس 32 64. طبعا أوراكل عندها نظام أيضا خاص، نظام لينكس خاص بس مبنية على جماعة ريد هات، لذلك هي دائما تسوي نسخة الـ RPM. الجماعة الديبيان تقدرون تنزلوها عن طريق التيرمينال، وتقدرون أيضا تنزلوها من هنا على شكل تار جي زيت. جماعة السولاريس أيضا عندهم نسخة خاصة، جماعة الماك عندها نسخة خاصة اللي هي 64 DMG اللي هي تنفيذية، يعني رأسا تنزلها. وعندك هنا جماعة الويندوز اللي هو 32 بت وال64، تختار النسخة اللي تريده، بس لا تنسى انه تسوي هنا accept حتى تقدر تسوي داونلود. واذا حبيت هاي ويا الامثلة هم تنزل، تختار ايضا accept وتختار النسخة اللي انت تريده، جماعة ويندوز وجماعة لينكس. احنا راح نشرح على الويندوز واللينكس، فمجرد انه تسوي انت عليها كليك، فهنا عندك مثلا الويندوز مثلا تسوي لك كليك، راسا راح يطلع لك الداونلود مالته، اوكي. فتقدر تسوي له سيف از ويقول لك وين تريد تحفظه، تحفظه وراها تنصب. احنا راح طبعا راح نتعلم التنصيب مالته بدرس اخر. هاي بس فقط فكره انه انت كيف تحصل على اوكي، كيف انك انت تحصل على الديفلوبمنت تول. بالنسبة للديفلوبمنت تول، ديفلوبمنت تول ايش تحتوي؟ تحتوي اول شيء على الرن تايم اللي هو اللي راح ينفذ لك الكلاس مالتك، تحتوي ايضا على الكومبايل، كومبايلر اللي هو شنو؟ الملف مالتك اللي احنا قلنا بالبداية انت تكتبه بالنوت باد او تكتبه بالاي دي اي، راح يكون لك على شكل دوت كلاس، صح؟
دوت جافا عفوا صح، فهو اللي راح يسوي لك اياه كومبايل انه يحول لك اياه الى دوت كلاس حتى يتنفذ، وكذلك يحتوي على كثير من التولز، كثير من ادوات. طبعا احنا نقدر نتاكد انه الجافا منصه بعدنا، هذا نرفع، نقدر نتاكد انه الجافا منصه بعدنا بمجرد انه جافا سي ماينس اي. اوكي ممكن نكتب جافا سي ايضا وحدها، جافا سي حيطلع لك ايضا مجموعه اوبشنز تقدر تختارها من ضمن من داخل الجافا، جافا اي، جافا تي اتش. يعني المهم انت تتاكد انه انت عندك انت عندك الكومبايلر الجافا اصلا هو منصب وده يشتغل عندك. وايضا بالدرس القادم ان شاء الله نتعلم كيف انه احنا نشغلها وكيف ننصبها. بالنسبة أيضا من ضمن الـ development tools، من ضمن الـ development tools أيضا يوفر لك جار دوت جار. يمكن كثير من عندكم أنه ملاحظين الامتداد دوت جار اللي هي تكون هالشكل، مثلا خلينا نقول محمد دوت جار، أي بمعنى أنه هذا الملف هو يحتوي على الشكل. طبعا دوت جار ممكن أنه أنت تفتحها اشكال رار، اذا سويتها دوت رار ممكن تفتحها وتشوف الكلاسات اللي بداخلها. دوت جار فأنت شنو انه انت هذا الديفلوبمنت تولز يوفر لك الدوت جار انه انت تسوي له شنو انكابسوليشن. كابسوليشن هي تسوي لك اياه مثل الكبسول، الكبسول اللي انت ماخذ الدواء، خلينا نقول من تاخذ من الصيدليه ادويه، الادويه تكون يا اما على شكل حبوب او على شكل كبسولات. فكره الانكابسوليشن بالجافا انه انت من تفتح الكبسول في داخل الكبسول هو المسحوق اللي يحتوي على الدواء، كذلك الجافا اللي يحول الجار هو عباره عن هذه الكبسوله تفتحها في داخلها الكلاسات. اي بمعنى انه انت اذا حبيت البرنامج مالتك صنعته وهذا البرنامج يحتوي على مجموعه كلاسات، هذه الكلاسات تقدر تسوي لها انكابسوليشن، اي بمعنى تحولها الى كبسوله واحده في داخلها الكلاسات تعطيها وتشاركها مع الناس. فراح نتعامل ايضا بها، راح نستخدمها ايضا. طبعا هذا التول موجود نستخدم كيف انه احنا نصنع دوت جار كملف تنفيذي انه نستفاد من عنده بتشغيل البرامج مالتنا وايضا نوزعها للناس. كذلك يوفر لك الديفلوبمنت تول يوفر لك شيء اسمه جافا دوك. جافا دوك فأتها هي دوكمنتيشن بولتر. الحلو بيها جافا دوك انه انت ورا ما تنفذ تكمل الكلاسات مالتك، بعد ما تكمل الكلاسات مالتك تسوي لها دوكمنتيشن، اي بمعنى انه هذا الكود هذه هي شغله، هذه العباره معناتها هذا الشكل، هذا الداله معناتها انه ينفذ هذا الشيء. فاذا الجافا دوك مفيده جدا انه انت تعمل دوكمنتيشن ل الكود مالتك، لانه البرنامج مالتك بدل ما تكتبها واحد واحد هو ممكن يعملها على اساس المتغيرات وعلى اساس الكلاس اللي انت تستخدمها. وايضا بيها طبعا شغلات كثيره الديفلوبمنت تول. زين لو نجي نقرا بالبدايه ناخذ فكره بسيطه، طبعا فكره بسيطه عن عمل البرنامج الجافا. طبعا انا دا استخدم إكليبس، وممكن خلال ال 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 خلال الدورات القادمة، يعني عفوا الدروس القادمة، راح استخدم كثير من IDEs. ففي سبيل انه بس حتى تكون تاخذ فكرة انه كيف انا دا استخدم IDEs. الإكليبس طبعا جدا راقي بالنسبة للجافا، تقدر تستخدمها ويدعم كثير بلاتفورمز، يعني تقدر اذا اشتغلت هنا على لينكس تقدر تشتغل على ويندوز، تقدر تشتغل على الماك. كذلك اكو نت بينز، النت بينز جدا مشهور وعنده شعبيه جدا عملاقه، والكوميونتي مالته رهيب مخيف جدا لانه دائما في تطور ودائما في خلينا نقول مستويات اعلى واعلى. لكن احنا راح نستخدم الايكليبس، السبب هو شنو؟ كون انه سهل جدا، سهل التعلم، سهل استخدامها، لان النت بينز تحتاج شويه انه تكون ما نقول محترف جدا، لا يعني اوكي، يعني انه تكون انت فاهم الجافا بشكل ممتاز لان واجهته جدا متعمقه. فاذا اخذنا فكره عن عملت انا ملف في بروجكت، طبعا هذا راح نتعلم كيف انه نصنعه. هسه هذا فقط مثال انه كيف نفهم هذا الكود شنو هو. بالنسبه للبرنامج هذا هو انه يعرض لك فقط هالو وورد، يعني انا من انفذها يطلع لي في الكونسول مثل ما تشوف هالو وورد. فحتى أسوي هذا الشيء بالبداية أنا لازم أقرأ الأكواد. بالنسبة لأكواد الجافا أو بالنسبة لكتابات الجافا ساين تكست، خلينا نقول شلون إحنا نفهمها. أول كلمة لو تلاحظ أنه هنا الباكيج، الباكيج لاحظ
توتوريال اني من اجي عندي موقع. طبعا الباكج هو يحتوي على شنو؟ يحتوي على اسم الموقع. يعني اني اذا كان عندي اسم الموقع فور اكزامبل اسم الموقع هو محمد عفوا كان tutorial.محمد.com اوكي، فاني من اريد اجي tutorial.محمد.com اريد اسويه كباكج، خلينا نقول يعبر عن اسم الموقع مالتي، لازم اكتبه بالمقلوب، اي بمعنى اكتبه com.محمد.tutorial. لا تنسى الفارزة المنقطة بالجافا، الفارزة المنقطة بمعنى انه انت انهيتها، يعني هذا التكست اللي انت كتبته بمجرد ما تكتب فارزة منقطة اذا انت هو هذا العبارة انتهت بوضع الفارزة المنقطة. فارزة المنقطة بمعنى انه انت انتهيت من الجملة. فاذا الباكيج هو يحتوي على اسم الموقع، اي اسم ممكن تكتبه انت، مو شرط حتى لو ما كان عندك موقع عادي، وممكن اصلا تشيل الباكيج، ما تحتاج يعني تصنع كلاس رأسا. بس هذا من نوع يفيدك للترتيب بعدين بالكابسوليشن، انه تحول كل ملفات كلاساتك الى جار حتى يقدر يتعرف عليها مع بعض. إضافة إلى ذلك أنه إحنا راح نلاحظ هنا نحتاج إلى الـ public class hello world. public class hello world طبعا أكو شغلة أخرى هم أيضا، الـ package يعتبر شنو؟ المبرمجين يسمون الـ package، يسمونها الـ package declaration، أي بمعنى أنه إحنا نعلن على أنه إحنا عدنا مجموعة أكواد برمجية مع كلاسات من ضمن package واحد، من ضمن مغلف واحد، من ضمن صندوق واحد. كذلك راح نحتاج إلى شنو؟ إلى العبارة الـ public class hello world. شنو هاي العبارة تمثل؟ طبعا أنا ما أريدك تستغرب انه انا ايش كاتب، هذا كله راح نجي نشرحه بالتفصيل الممل بدروس اللاحقه ان شاء الله. فالبوبليك كلاس هلو وورلد هذا احنا نسميه شنو؟ طبعا هذا قوس المجموعه مع نهايه القوس المجموعه الاخير اللي هو يعبرك عن شنو؟ عن الكلاس. هذا هو الكلاس، احنا قلنا جافا هي عباره عن كلاس، كل شيء في جافا هو كلاس. فاذا البوبليك كلاس ببدايه كتابتك للاكواد يجب ان تعرف عن الكلاس، public class واسم الكلاس اللي هو hello world. الكلاس دائما يكون بالكابيتال الاسم مالته. ف public class hello world هذا شنو؟ class declaration، اي بمعنى انه انت تجي تعلم بالبرنامج على وجود كلاس جديد. فانت اي شيء تبرمجه بالجافا يجب ان يكون بدايته في الكلاس. بعد ذلك يجي الى شنو؟ الى المين ميثود. هذه العباره احنا نسميها المين ميثود، public static void main. هذا راح نجي نشرحها بالتفصيل الممل، لا تستغرب انه غرابه الكود. public static void main يجب ان يحتويها الكلاس حتى ينفذها الكومبايلر. كذلك هذا احنا نسميها الفكره مالته انه المين ميثود، نجي نشرحها بالتفصيل. يحتوي المين ميثود على شنو؟ على الاركس. الاركس ايضا راح نجي نشرحها في دروس لاحقه ان شاء الله القادمه. الاركس هي شنو؟ هي المتغيرات او هي العناصر اللي نحتاج ندخلها، يعني في التنفيذ بعض البرامج مثلا احنا من نجي ننفذها هذا لازم يكون موجود الstring arcs. بعض البرامج اللي احنا نحتاج ننفذها يحتاج الى ادخالات، يعني انه ممكن المستخدم يدخل ارقام، مثلا عمليه حسابيه، سويت برنامج يحسب مثلا خلينا نقول عمليه الضرب، فاحتاج انه المستخدم يدخل الارقام يدويا، اي بمعنى يكتب 2 وبعد ذلك يعمل انتر يدخل رقم 3 وبعد ذلك يعمل انتر يطلع الريزولت. اذا ادخال هاي الارقام تحتاج الى وجود الاركس، فيجب ان يكون الاركس موجود. بعد ذلك داخل البوبليك ستاتيك فويد مين اللي هو المين ميثود راح يحتوي على شنو؟ هذه العباره اللي احنا نسويها او بين القوسين للمين ميثود في داخلها كل الاكواد اللي موجوده في داخلها احنا نسميه شنو؟ اكسكيوتبل كود، اي بمعنى الملف التنفيذي او الاكواد التنفيذيه اللي راح تطلع اللي تكون بداخلها الاكواد اللي احنا نريدها تظهر للشاشه. فهنا عباره بسيطه اللي هو system.out.println hello world. ما اريدك تاخذ بتعمق ما معنى هذه العباره لانه هي فقط مثال انه انا اشرح لك كل عنصر من عناصر الجافا اللي هو declaration. احنا بنريد نسوي declaration بالجافا، هذا العناصر الأساسية اللي راح تحتويها الجافا. فهنا راح يطبع لي كلمة الهلو وورلد، لو أجي أعمل الرن راح يظهر لي هلو وورلد. أوكي، لو أنا أجي أريد أنفذها، طبعا أنا وعدتكم أنه إحنا كيف ننفذ الهلو وورلد في الويندو، في عفوا في
باستخدام التيرمينال او السي ام دي. بالنسبه باستخدام التيرمينال وهذا ايضا راح نشرح كيف انه احنا نعمل سيتنج نعمل ضبط التيرمينال حتى يقدر يقرا الكومبايلينج. عفوا كنترول زد اوكي كلير. نعمل ملف، هذا الملف بالديسكتوب اسمه helloworld.java، اي بمعنى احنا راح نعمل ملف خلينا جينا راح نعمل ملف حتى يكون الفونت واضح، نعمل ملف اسمه helloworld.java. اوكي helloworld.java، لاحظ الاسم الاسم الملف اللي يعني راح اشتغل عليها وراح اكتب فيها الاكواد يجب ان يكون helloworld.java. اوكي انتبه .java، كل ملفاتك تكون .java قبل الكومبايل. بعد ذلك اجي استخدم هذا العباره public class، public class hello world، واحنا قلنا public class hello world الفكره مالته انه احنا نجي نعلن عن الكلاس انه وجود كلاس في ضمن هذا الفايل اللي هو .java. ف hello world.java انتبه جدا، اسم الكلاس يجب واجباري ان يطابق مع اسم الملف helloworld.java اللي موجود في الديسكتوب حاليا. helloworld.java يجب نفس الطريقه المكتوبه الكابيتال السمول كلها اكبر اصغر كلها يجب ان يتناسق، اسم الكلاس اذا كان غير مشابه مع اسم الملف ما راح يتنفذ الملف اللي يحتوي على الكود، فيجب ان يكون اسم الكلاس مطابق مع اسم الملف اللي هو .java. بعد ذلك نجي نعمل اعلان او خلينا نقول احنا نسميها المين ميثود. المين ميثود هذا يحتوي على عباره بسيطه اللي هو شنو، احنا بدنا نطبع كلمه هالو وورلد على الشاشه. فاذا اجيت انا عملت سيف الى، طبعا انا عملت سيف از وحفظتها في الديسكتوب هالو وورلد .java. بعد ذلك اجي عن طريق التيرمينال او السي ام دي اذهب الى الباث اللي موجود فيها الهالو وورد اللي هو موجود على الديسكتوب، كبرت الفونت للتيرمينال حتى يكون واضح جدا. اجي هنا عندي ملف اسمه helloworld.java، لاحظ هذا لا يمكن ان يتنفذ لانه .java، اجي احتاج اعمل له كومبايل. فحتى اعمل له كومبايل مجرد اجي اكتب java c، اي بمعنى java compile اوكي سبيس، بعد ذلك اجي اعمل له hello world.java اوكي انتر، انتظر شويه اوكي هسه تحول. بعد ما تحول عمل كومبايل راح الاحظ ظهور ملف اخر اسمه hello world.class، اي بمعنى قام بتحويل الملف الى hello world.class اوكي like a charm my god. زين حولها الى hello world.class. بعد ما حولها الى hello world.class هذا هسه حاليا هو يعتبر الملف التنفيذي، اذا اني بعد مالي شغل في الجافا hello world.java، لكن انت بقي هذا .java موجود عندك اخزنه في حال اذا حبيت تعمل عليها تطويرات. بعد ما تحول الى .class حاليا احنا نريد تنفيذ، حتى ننفذ هذا طبعا راح نجي نكتب جافا اوكي. بعد ما نكتب جافا نجي نكتب اسم الهالو وورلد، طبعا اني جدا كسول ما اقدر اطبع فلهذا راح اتبع طريقة البست. That's good. اوكي. هسه راح اكتب جافا، بعد ذلك اسم البرنامج هالو وورلد، اوكي؟ بدون كلاس، اوكي؟ بدون كلاس، مجرد اضغط على انتر، راح الاحظ طلع لي اوه ماي جاد هالو وورلد، هذا البرنامج عملاق اكيد هسه لو اني ابيع هذا البرنامج راح يوصل ملايين طبعا، ليش؟ لان طلع لي هالو وورلد. اوكي، فاحنا احنا عندنا قدرنا ننفذ الهالو وورلد من ضمن شنو؟ من ضمن التيرمينال. اوكي وين انا اقدر استفاد من الجافا؟ طبعا انت تقدر تستفاد بالجافا انه تصمم برامج مال ديسكتوب، تقدر الجافا اللي اكو شيء اسمه جافا ابليت اللي هو تكون امبيدد بالHTML pages، يعني ممكن انه تستخدم الجافا وتخليها من ضمن الHTML اللي احنا نسميه جافا ابليت اللي راح نشتغل عليها طبعا بدروس قادمه ان شاء الله. ايضا تقدر تسوي تنفيذ لهذا الملفات او لهذه الكلاسات بداخل المتصفح عن طريق البلجنز اللي يوفرها جافا. كذلك انه ممكن تصنع برامج للكمبيوتر مو فقط للمتصفح الHTML، لا ممكن انه انت يعني تسوي برامج خاصه للكمبيوتر باستخدام السوينج
الواجهات اللي هي Swing AWT وكثير من الفيجوال لايبرري وايضا الجافا اف اكس اللي هي تقنيه جديده اللي انا راح اشرح عليها في هاي الدوره لان احنا دورتنا جافا 8. جافا اف اكس تقنيه جدا جديده نزلت 2003 يعني ما صار لها هوايه 2013 يعني ما صار لها هوايه صار لها سنتين 2003 او ماي جاد 13 سنه اوكي 2013 نزلت جافا 8 جديده بعد هي فالعالم كله بيتوجه الى لانه هو دا يدعم كل البلاتفورم تصمم بالجافا اف اكس معناته انت تقدر تشغل هذا الديسكتوب موبايل ويب اني وير وبكل الاجهزه فلهذا راح ندرس ايضا عن الجافا اف اكس كيف نصمم واجهات بكود وبديزاينر كذلك تقدر تستفاد من الجافا انه تصمم للويب تصمم الويب عن طريق الجي 2 اي اي اللي هو جافا انتربرايز اديشن ابلكيشن تصمم بفضاء للسيرفرات طبعا هاي الجافا 2 اي اي اون ويب خلينا نقول هذا لازم يحتاج لدوره اخرى ايضا راح نسوي له دوره خاصه به لانه متعمق جدا تقدر تستفاد من عندنا وتصمم برامج للسيرفرات وايضا عندك التومكات ايضا هذا خلينا نقول من اباتشي فانه يشغل لك البرامج اللي مصممه بالجافا للسيرفرات ايضا عندك جي بوس شهاده عالميه جدا مشهوره من ريد هات لو اجي اكتب هنا أنا لاحظ جي بوس لاحظ هذا هو جي بوس طبعا عنده شهاده خاصه من ريد هات الشركه العالميه لصناعه السيرفرات ريد هات ارقى شركه بصناعه السيرفرات وعندك اقدر استفاد من عنده انه اصمم برامج بالجافا انه جماعه الجوجل اندرويد طبعا الجوجل اندرويد ايضا يحتوي على دالفيك كومبايلر اللي هو نفسه هو الجي في ام الموجود وايضا تقدر تطور بها الايكليبس هذا الاي دي اللي احنا بنشتغل هسه حاليا عليها الايكليبس هذا ايضا تقدر تضيف هنا مجموعه فيشرات ايضا تطويرها عن طريق الجافا جي بوس طبعا شهاده جدا راقيه من ريد هات اختصاص السيرفرات رواتب هذول اللي يشتغلون بالجي بوس يعني الله اكبر دفتر وفوق يعني 15000 دولار فما فوق احسب جي بوس فظيع جدا انا دا احاول انه ارتب وقتي انه اعمل دوره ايضا عن جي بوس جدا مهم ومهم جدا جدا في اداره السيرفرات وفشي جدا راقي فانت ممكن تعمل ابلكيشنز تدعم الجي بوس كذلك تعمل ابلكيشن قلنا للموبايل بلاك بيري اوبريشن سيستم عندك كذلك انه تطور بالجافا نفسها وكثير من شغلات تقدر تعمل بالجافا انواع الابلكيشنز اللي انت ممكن تستخدمها بالجافا ممكن تعمل بها جيمز جافا ممكن تعمل بها العاب جدا راقيه ممكن تعمل بها برامج الموبايل مثل ما قلنا ممكن تعمل بها كلاود كومبيوتينج اللي هو الاس دي ان ايضا يعتمد على الجافا كلاود كومبيوتينج بكل انواعها اللي هي الحوسبه السحابيه تقدر تسوي بها عن طريق جافا ديستريبيوتد سيستمز انه انت عندك الابلكيشن مالتك انه او السيستم مالتك ممكن تصنعها من الجافا نفسها يعني الواجهات الشغلات البرامج الايقونات كلها تقدر تصنعها باستخدام الجافا يعني انا ممكن اعمل واجهه جديده باستخدام الجافا بالداتابيز ايضا يستخدم الجافا وعندهم ايضا اوراكل داتابيز عملاق جدا اللي تعتبر هو اقوى داتابيز موجود في العالم واكبر داتابيز موجود في العالم تستخدمه الشركات الكبيره والعملاقه اللي تحتوي على بيانات جدا عاليه كذلك اقدر اصمم بها الويب سايتس صفحات الانترنت واقدر استخدمها بالامبيدد سيستمز اقدر استخدمها بالايمج مانجمنت معالجات الصوريه والانتربرايز مانجمنت اللي هي خصائص السيرفر وهاي الملحقات فهاي هي فكره مال هاليوم فان شاء الله نلتقي بدرس اخر اتصور وقت احنا تجاوزنا الوقت اوكي مع السلامه